آخر التحديثات من رئيسة الوزراء حتى اليوم 14/8/2020. النقاط الرئيسية: ستبقى أوكلاند في مستوى التنجيه 3 وستبقى بقية نيوزيلندا في المستوى 2 حتى الساعة 11:59 مساء يوم الأربعاء 26 أغسطس. هذا يقودنا إلى أسبوعين كاملين في المجموعة. توقعاتنا الحالية هي أنه بحلول هذا الوقت سيتم تحديد محيط التجمع وعزله، ويمكننا نقل أوكلاند إلى مستوى التنبيه 2 بثقة. سيراجع مجلس الوزراء هذا في 21 أغسطس. سيسمح لنا المستوى 3 بمواصلة نشاط أكثر من تأمين مستوى التنبيه 4. لا يوجد ما يشير إلى أننا بحاجة إلى الانتقال إلى تأمين المستوى 4 في هذه المرحلة. نحن ندرك الاضطراب غير العادي للأعمال والقلق الذي سيحدثه هذا التفشي كما في السابق. سوف نستخدم الأدوات التي لدينا لحماية وظائف الأفراد والشركات وصحة الأفراد. لتوفير اليقين للشركات والعاملين، تم تمديد مخطط دعم الأجور لدعم الشركات وحماية الوظائف، بينما نتخذ تدابير الصحة العامة المطلوبة لمكافحة الفيروس. سيكون هذا على مستوى البلاد، وسيغطي الفترة الزمنية التي تظل فيها القيود المستوى 3 الحالية سارية. لا تزال استراتيجيتنا الشاملة لكوفيد 19 هي القضاء على المرض. نتطلب ذلك القضاء المستمر على الفيروس في أي وقت يعود فيه. معنا أبقينا كوفيد 19 خارجا لمدة 102 يوم، أطول من أي دولة أخرى. يمكننا القيام بذلك مرة أخرى. إذا كنت في أوكلاند فالرجاء البقاء في المنزل مع فقاعتك. قم بتنزيل واستخدام تطبيق كوفيد 19 تريسر. ارتدى غطاء الوجه عندما تكون بالخارج. الشركات يرجى طرح رمز QR الخاصة بك. إذا كنت مريضا فيرجى طلب المشورة لإجراء اختبار. أتمنى من الجميع اتباع تعليمات الصحة والسلامة، وأنكم تخليكم في البيت وخلي بالكم من أولادكم ومن عائلتكم. شكرا لكم.